تناولت مختلف الصحف الصادرة اليوم الخميس موضوع الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور في يومها الثامن. مشروع تعديل الدستور أعطى مكانة للغة العربية لم تكن موجودة، هو تصريح رئيس المجلس الأعلى للغة العربية صالح بالعيد الذي كتبته يومية النصر على صفحتها الأولى، حيث أكد أن المكانة التي يوليها المشروع الجديد للغة العربية لم تكن موجودة سابقاً. تعبئة قوية لمؤيدي الدستور هو العنوان الذي اختارته الجريدة الناطقة باللغة الفرنسية المجاهد في صفحة مخصصة لمشروع تعديل الدستور، حيث شهد أول أسبوع من انطلاق الحملة تجمعات وملتقيات تحسيسية للتصويت بنعم على المشروع. جريدة الإكسبريسيون تحدثت هي الأخرى عن مجريات الحملة تحت عنوان حجج قوية لمنشطي الحملة، حيث تعددت تدخلات المشاركين في الحملة من مختلف جهات الوطن بحجج قوية لإقناع المواطنين للتصويت بنعم على المشروع لضمان الانتقال إلى الجزائر الجديدة. وفي نفس السياق تحدثت صحيفة المساء عن تواصل الحملة الاستفتائية وسط تفاعل المواطنين، حيث عنونت اليومية دستور نوفمبر يحقق حلم الجزائريين بالتغيير، وأضافت أن رغم تداعيات الأزمة الصحية الناجمة عن كورونا إلا أن المواطنين كانوا حاضرين وشاركوا بقوة في النشاطات المنظمة. أما يومية صوت الأحرار فجاءت في صفحتها الأولى بتصريح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الذي أكد أن مشروع تعديل الدستور يساهم في تقليص الحكم الفردي وتعزيز الديمقراطية، داعياً إلى ضرورة التصويت بنعم على المشروع. اختارت يومية الجزائر من جهتها عنوان الدستور المعدل يحمل معالم بناء دولة القانون والحريات، وهو تصريح حزب جيل جديد، كما أتت بتصريح الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي أكد أن الدستور سينقل الجزائر لمرحلة الأمن والاستقرار.